السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطلاب تحصيل مادة الأحياء، اليوم بإذن الله نتكلم عن عدة موضوعات في مادة الأحياء. هنبدأ بالبكتيريا، ولما نيجي نتكلم عن البكتيريا فبنتكلم أولا عن الكائنات الحية البدائية أو البدائيات. طبعا لما نتكلم عن البدائيات دي مخلوقات وحيدة الخلية لا تحتوي على عضيات محاطة بغشية، وعضيات هذه يعني تصغير عضو، تمام، بتشتمل على البدائيات والبكتيريا. يبقى ما يميز الاثنين دول اللي هم البدائيات والبكتيريا ان العضيات فيهم او الاعضاء الصغيرة اللي هو تصغير عضو لا تحتوي على أغشية. طيب البدائيات دي عبارة عن مخلوقات بتعيش في كل البيئات، حتى أو خاصة البيئات القاسية زي درجة ملوحة عالية جدا فتسمى المحبة للملوحة، أو درجة حموضة عالية فتسمى المحبة للحموضة، أو المحبة لدرجات الحرارة العالية اللي بتعيش بالقرب من فوهات البراكين. ما يميز البدايات هذه إن الجدار الخلوي فيها لا يحتوي على البيبتيدوجليكان. طيب النوع الثاني وهو البكتيريا. البكتيريا بتعيش في كل البيئات ما عدا البيئات القاسية. ليش؟ لأن خلاص سابت البيئات القاسية للبدائية. كذلك الحالة الفرق الثاني إن الجدار الخلوي فيها بيحتوي على البيبتيدو جليكان. طيب لما نتكلم عن تركيب بداية النواة زي ما ظهر أمامكم بالرسم، طبعا هنا زي ما احنا قلنا قبل كده العضيات لا تحاط بغشية، تمام، ما بلاقي هنا غشاء حول هذه الايه، حول هذه العضيات سواء البلازميد او الكروموسوم. الكروموسوم موجود كده يسبح في الخليه غير محاط بغشاء. طيب يبقى بتركب الخليه البكتيريه من الكروموسوم، ادي زي ما هو ظهر امامي الكروموسوم اهو، بتركب من الجدار الخلوي المميز باللون الأزرق القرمزي، ده لما يكون موجب جرام. لما نيجي نصبغ بصبغة جرام، ودي صفة مميزة للجدار الخلوي، من خلال الجدار الخلوي أنا بعرف البكتيريا. لما أجي أفحص مريض بمرض بكتيري أو شيء بنصبغ الجدار الخلوي بصبغة جرام، لو ظهر عندي باللون الأزرق القرمزي فإذا هذه البكتيريا هي موجبة جرام. إنما لو اصطبغ باللون الوردي الفاتح هنا تسمى سالبة جرام. يبقى إذن الجدار الخلوي صفة مميزة للبكتيريا، صفة مميزة بتعرفني وش نوع البكتيريا اللي موجود. طيب كذلك حالة لو نظرنا الرسم أمامنا نلاقي عندي الهديبات، دي تستخدم للتثبيت والالتصاق، بتلتصق بالسطوح. كذلك الحالة عندي الأصوات، وهنا الأصوات هذه تستخدمها البكتيريا أو البدايات للحركة. كذلك الحال المحفظة، والمحفظة هنا لحماية الخلية. طيب خلي بالك من حاجة، لما تتعرض البكتيريا لظروف قاسية بتكون الأبواغ عشان تحافظ على بقائها. زي إيه؟ زي بكتيريا الجمرة الخبيثة، فبيقول لي هنا عند ظروف البيئة القاسية البكتيريا بتكون البوغ. خلي بالك من شيء، البوغ يستخدم في التكاثر الجنسي واللاجنسي، فبيقول لي عند ظروف البيئة القاسية تكون بكتيريا تركيب يسمى البوغ الداخلي. ليش؟ لتحافظ على بقائها زي بكتيريا الجمرة الخبيثة. طيب النقطة الثانية بيقول لي تدور البكتيريا المواد الغذائية وتثبيت النيتروجين وتنتج أدوية. طبعا هذه البكتيريا اللي بتدور المواد الغذائية أو اللي بتعيد تدوير المواد الغذائية واللي بتثبت النيتروجين واللي بتنتج أدوية، طبعا البكتيريا الخاصة بتسميد الحقول مثلا دي عبارة عن بكتيريا تكافلية أو تبادل منفعة مع النباتات البقولية. يبقى علاقة تبادل منفعة مع مين؟ بين البكتيريا والنباتات البقولية. طيب كذلك الحال عندي حاجة تانية اسمها اللي من المصطلحات الهامة برضو
اللي هي الفلورا الطبيعية، والفلورا الطبيعية دي طبعا داخل جسم الإنسان بيعيش بكتيريا. أشهر الأنواع اللي بتعيش هي بكتيريا الشيرشيا كولاي. طبعا البكتيريا الشيرشيا كولاي دي بتعيش في الأمعاء، بتساعد في تكوين فيتامين كي اللي بتمتص الأمعاء. كذلك الحال بتساعد في عملية تخثر الدم. طيب برضو من أنواع البكتيريا النافعة احنا قلنا بتنتج أدوية. كذلك الحال بعض أنواع البكتيريا بتستخدم في صناعة اللبن والجبن والشوكولاتة، وتدخل برضو في صناعة بعض المضادات الحيوية زي اللي إيه؟ زي مثلا كده الستريبتومايسين، التتراسايكلين أو الإيه؟ فانكومايسين. كل دي أنواع من أنواع الإيه؟ من أنواع البكتيريا المستخدمة في صناعة المضادات الحيوية. إذا بنجد أهمية كبيرة للبكتيريا في تدوير المواد الغذائية، في تثبيت النيتروجين زي الإيه؟ زي النباتات البقولية كده، وكذلك الحال في إنتاج الأدوية. طيب لو نظرنا الرسم اللي تحت عندنا، هذه عبارة عن تركيب الفيروس. هذه هنا ار ان اي ومحاط بالمحفظة، تمام، عشان لو شفت الرسمة فتعرف وش الموجود في الرسمة الأسفل اليسار تحت. نيجي لبعض الأسئلة المهمة. بيقول لي هنا بكتيريا مهمة لبقاء الإنسان تنتج فيتامين كي، هي طبعا الإجابة الصحيحة. احنا قلنا البكتيريا اللي بتنتج فيتامين كي، تمام، اللي بتمتص الأمعاء وبيساعد في عملية تخثر الدم، طبعا تسمى الإيشيرشيا كولاي. طيب يبقى ده الإجابة هنا هي الإيشيرشيا كولاي. نيجي للسؤال الثاني، بيقول لي تبين المزارع أن حقل الفقير بأحد العناصر الغذائية الكبرى أو العناصر الأساسية الكبرى، فاقترح عليه مهندس زراعي بزراعة البقوليات خلال هذا الموسم لاستصلاح الأرض في حقله، فمن المحتمل أن يكون هذا العنصر. طبعا إحنا لسه جاي لنا من شوية اللي هي إيه؟ طبعا العنصر ده هيكون عنصر النيتروجين، تمام، طالما نباتات بقولية هتلاقي النباتات البقولية أصلا بتحتاج إلى عنصر الإيه؟ عنصر النيتروجين. طبعا هنا يبقى الاختيار الصحيح عنصر الإيه؟ عنصر النيتروجين. نيجي للسؤال الثالث، عند فحص خلية بكتيرية فمن المتوقع أن يكون فيها؟ طبعا الخلية البكتيرية قلنا في التركيب اللي فات قلنا موجود فيها الكروموسوم، موجود فيها الهديبات، موجود فيها الايه، موجود فيها البلازمين، لكن ما ذكرنا ان موجود فيها الميتوكوندريا، ولا موجود فيها اصلا بلاستيدات خضراء، لان البلاستيدات الخضراء موجوده في النباتات وبعض انواع الايه الطلعيات الشبيهه بالنباتات اللي هي الطحالب. طيب ما ذكرنا ان اصلا، لان اصلا البدايات العضويه فيها لا تحاط بشيء، يبقى اذا هذه برضه الاجابه خطأ. يبقى اذا هتصبح الاجابه الصحيحه عندي هنا اللي هي ايه؟ اللي هي الاصوات او الصوت. ناتي للدرس اللي بعده وهو بعنوان الطلاعيه. طبعا لما نتكلم بدايه عن الطلاعيات، طبعا الطلاعيات ايش هي الطلعيات؟ الطلعيات هذه عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من المخلوقات الحية حقيقية النواة. كل اللي نقوله بداية من الطلعيات أو الفطريات أو النبات أو الحيوان بكل الشعب بتاع الحيوان، طبعا دي حقيقي النواة. يبقى الطلعيات هي مجموعة من المخلوقات الحية، المخلوقات دي حقيقية النواة لكن هي وحيدة الخلية أو عديدة الخلايا. طيب الطلعيات لما جم العلماء يصنفوا الطلعيات، تم تقسيم الطلعيات او تصنيف الطلعيات بناء على ايه؟ بناء على طريقه حصولها على الغذاء. فنجد عندي طلعيات شبيهه بالحيوانات اللي هي الاوليات. طبعا انا قلت شبيهه بالحيوان
ليه بتشبه الحيوان في ايه؟ بتشبه الحيوان انها غير ذاتيه الايه؟ غير ذاتيه التغذيه. طيب النوع الثاني وهي طلعيات شبيهه بالنبات، بتشبه النبات في انها النبات بيصنع غذاء بنفسه عن طريق عمليه البناء الضوئي. النوع هذا بيسمى الطحالب. النوع الثالث طلعيات شبيهه بالفطريات لا تصنع غذاء بنفسها، لذلك هي تشبه الفطر. يبقى اذا لما العلماء قسموا الطلعيات اتقسمت لثلاث انواع بناء على طريقه حصولها على الغذاء او طريقه حصولها على الطعام. طيب لما نتكلم عن الطلعيات الشبيهه بالحيوانات اللي هي الاوليات، طبعا قلنا شبيهه بالحيوانات لانها لا تصنع غذائها بنفسها، بتتغذى على مخلوقات اخرى او كائنات اخرى دقيقه. طيب بتنقسم طلعيات الشبيهه بالحيوانات اللي هي اسمها الاوليات الى اربع شعب. طبعا اتقسمت بناء على ايه؟ بناء على طريقه الحركه، كيف بتتحرك هذه الكائنات، وبالتالي تم تقسيمها الى اربع ايه؟ الى اربع شعب. الاربع شعب اللي عندي، الشعبه الاولى هي الهدبيات، الشعبه الثانيه اللحميات، الشعبه الثالثه البوغيات، الشعبه الرابعه هي الصوتيه. طيب لما نتكلم عن الهدبيه، طبعا من اسمها كده الهدبيات بتتحرك عن طريق الاهداب، تمام، في وجود اعضاء الحركه زي ما احنا شايفين تحت كده الايه الهدبيات. طبعا خلي بالك من حاجه، البراميسيوم هذا مثال على الهدبيات، ده وحيد الخليه من الاوليات، وحيدة الخليه بيتكون من نواتين، لان تيجي موضوع اسئله كتير، كائن وحيد الخليه او كائن طلائعي وحيد الخليه بيتكون من نواتين، نواه صغيره ونواه كبيره. طبعا طالما وحيد الخليه بيتكون من نواتين، نواه صغيره ونواه كبيره، يبقى هو الايه؟ هو البراميسيوم. طيب قلنا البراميسيوم بيتحرك عن طريق الايه؟ عن طريق الايه؟ الاهداب، عشان كده سميناه الهدبيات، وده النوع الاول. طيب النوع الثاني وهو الايه؟ وهو اللحميات. طبعا اللحميات طريقة الحركة احنا قلنا بنصنفها بناء على طريقة الحركة، فبتتحرك اللحميات عن طريق الأقدام الكاذبة. لو نظرنا الشكل اللي تحت، جذريات القدم أو الأميبا، طبعا هنلاقي عندها القدم الكاذبة. طيب وش هي وظيفة القدم الكاذبة؟ طبعا القدم الكاذبة تمتد عشان تحيط بالغذاء، دي وظيفة. الاستخدام الثاني للأقدام الكاذبة انها بتستخدم في الحركة، يبقى بتحيط بدقائق الغذاء، تمام، عبارة عن ايه؟ القدم الكاذبة اندفاع من السيتوبلازم، السيتوبلازم مندفع عندي في الجانبين كده، تمام، هيحيط بدقيقة الغذاء يدخلها جوه الخلية ليتم عملية الايه؟ الهضم او هضم هذه الايه؟ الدقيقة. طيب ده النوع الايه؟ ده النوع الثاني اللي هو اللحميات، المثال عليه الاميبا او المثقبات. طيب النوع الثالث هي البوغيات. طبعا البوغيات هذه قلنا احنا صنفناهم بناء على طريقه الحركه، لكن البوغيات لا تتحرك. طيب طريقه الحركه الوحيده هي ما عندهاش اعضاء للحركه، لا يوجد لديها اعضاء للحركه، يعني لا عندها اهداب ولا عندها اقدام كاذبه ولا عندها اصوات. كيف تتحرك البوغيات؟ بتتحرك عن طريق الانزلاق داخل سوائل العائل، يعني الدم، سوائل الدم او داخل السوائل الموجوده في العائل اللي رايحه تتطفل عليه، لانها كانت متطفله وبتسبب امراض. طيب البوغيات هذه بتسبب للانسان مرض الايه؟ مرض الملاريا. قلنا بتتحرك عن طريق الايه؟ عن طريق الانزلاق داخل سوائل العائل. طيب المثال عليها البلازموديوم. خلي بالك من حاجه، هنا لازم افرق بين حاجتين مهمين، بين الطفيل اللي بيسبب المرض وهو البلازموديوم بيسبب للانسان مرض الملاريا، وبين الحشره الناقله او الناقل للمرض وهي انثى بعوضه الانوفيلس. لازم افرق بين الحاجتين دول لانها مهمه جدا. يبقى لما اتكلم عن الطفيل اللي بيسبب للانسان مرض الملاريا هو البلازموديوم، بينما الناقل للمرض اللي بينقل للانسان الملاريا من شخص لشخص هي انثى بعوضه الانوفيلس. طيب ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للبغيه. النوع الثالث وهي الايه؟ وهي النوع الرابع عفوا، وهي الصوتيه. لما نتكلم عن الصوتيات من اسمها كده
صوتيات يعني بتستخدم صوت بيساعد في عملية الايه؟ في عملية الحركة. طبعا ديت بتسبب للإنسان مرض النوم، سواء النوم بنوعيه، سواء النوم الأمريكي أو النوم الأفريقي. طبعا الناقل لهذا المرض هي ذبابة الايه؟ التسي، تسي، ودي موجودة في المناطق الاستوائية بكثرة. طيب نيجي كده احنا نختصر اللي اخدناه كله لما اتكلمنا عن الطلعيات الشبيهه بالايه؟ الطلعيات الشبيهه بالحيوان. قلنا دي اسمها ليها اسم تاني، هي الاوليات. ودي برضو موضوع اسئله، لان الطلعيات الشبيهه بالحيوانات هي الاوليات، بينما الطلعيات الشبيهه بالنباتات سميناها الطحالب. تمام؟ طيب قلنا طلعات الشباب الحيوان صنفناها بناء على طريقه الايه؟ الحركه، منها منها ما يتحرك بالاهداب زي الايه؟ البراميسيوم، وده وحيد الخليه او عديد الخلايا. خدنا بعد كده اللحميات بتتحرك عن طريق الاقدام الكاذبه، البغيات زي البلازموديوم، وده اللي بيسبب الانسان مرض الملاريا، وده طريقه الحركه عنده بالانزلاق. النوع الرابع وهي الصوتيات زي التربان وسوما. تمام؟ بتسبب الانسان مرض الايه؟ مرض النوم. طيب لو جينا للأسئلة بيقول لي ينتمي الكائن في الصورة إلى الأوليات، الدياتومات، الطحالب، الإجلينات. خلي بالك من شيء، أبدأ عندي مبدأ الاستبعاد، أستبعد الإجابات أو الأجوبة الخطأ. طيب تعال كده، الدياتومات هذه هي طلعيات شبيهة بالنباتات، الطحالب هي الطلعيات الشبيهة بالنباتات، الإجلينات طلعيات شبيهة بالنباتات. إذا الثلاثة دول طلعات شبيهة بالنباتات، لا يوجد إلا الإيه؟ ما فيش غير الأوليات، يبقى إذا الإجابة الصحيحة هي الإيه؟ هي الأولية. طبعًا إحنا قلنا كان هذا اللي هي الأميبا وموجود فيه الأقدام الكاذبة. نيجي للسؤال الثاني، أي الطلعيات التالية تسبب أو يسبب مرض الملاريا للإنسان؟ بيسألني عن هنا إيه؟ خلي بالي من شيء، هنا بيسألني عن بيقول لي أي الطلعيات التالية يسبب مرض الملاريا للإنسان؟ طبعًا إحنا قلنا الملاريا بيسببه مين؟ بيسببه الإيه؟ البلازموديوم. طبعًا البراميسيوم ما يسبب شيء، الأميبا بتسبب بعض أنواع الأميبا المتوفرة بتسبب مرض، لكن ليست مرض الملاريا. تريبانوسوما قلنا بيسبب مرض الإيه؟ مرض النوم. نيجي للسؤال الثالث بيقول إيه؟ أي المخلوقات الحية الآتية، لسه منبهين عنها من شوية، ليس له وسيلة الحركة ويتحرك بالانزلاق. طيب مين الكائن في دول اللي بيتحرك بالانزلاق؟ طبعا خلي بالك من الحتة دي، بيتحرك بإيه؟ بيتحرك بالانزلاق. طبعا احنا قلنا البراميسيوم بيتحرك عن طريق الأهداب، أميبا أقدام كاذبة، الإيه؟ التربانوسوما حرك عن طريق الأصوات. يبقى الإجابة الصحيحة عندي هي الإيه؟ هي البلازموديوم. طيب السؤال الرابع، الطفيل المسبب لمرض النوم الافريقي هو؟ طبعا البلازموديوم بسبب الملاريا. تمام؟ البراميسيوم ما يسبب شيء، عندي ذبابه التسي تسي والتربانوسوم. طيب انا بسال هنا عن ايه؟ عن الطفيل المسبب للمرض، ما بسال عن الناقل للمرض. لو بيسالني عن الناقل للمرض هيصبح ايه؟ ذبابه التسي تسي. انما هنا بيسالني عن ايه؟ الطفيل المسبب للمرض، يبقى تبقى الاجابه الصحيحه عندي ايه؟ اللي هي الايه؟ التربانوسوم. طيب قبل ما ننتقل للدرس الثالث برضه ايه؟ احب انوه على حاجه مهمه جدا، بتيجي برضه كتير في اسئله التحصيلي. بيقول لي ان الطلعيات دقيقه بتسبب امراض الحشرات، عشان كده بنستخدمها كمبيد حشري. ده احد المصطلحات المهمه جدا اللي بتيجي كتير في موضوع التحصيلي. طبعا ده المصطلح هذا معناه ايه؟ معناه المايكرو سبوريديا. المايكرو سبوريديا دي عباره عن ايه يا شباب؟ المايكرو سبوريديا عباره عن طلعيات دقيقه بتسبب امراض الحشرات، عشان كده تستخدم كمبيد حشري. طيب ندخل على الدرس اللي بعد كده وهو بعنوان الفطريات. طيب لما نتكلم عن الفطريات احنا هنتكلم عن اكثر من نقطه مهمه في موضوع الفطريات.
لما اتكلم عن الفطر، الفطر مخلوق حي وحيد الخليه او عديد الخلايا، تمام؟ طيب وحيد الخليه زي الخميره، خلي بالك من حاجه ودي موضوع اسئله كتير جدا، تمام؟ احد الفطريات وحيد الخليه، يجيب الخميره، يجيب المشروم، يجيب عفن الخبز. طبعا الاجابه الصحيحه الخميره، خميره فطر وحيد الخليه. طيب او عديد الخلايا، اهم ما يميز الفطر انه غير ذات التغذيه، الفطر لا يصنع غذاء بنفسه، لا يستطيع ان يصنع غذاء بنفسه، تمام؟ بيعتمد على غيره في صنع غذاء. طيب برضو دي من النقاط المهمه اللي موضع اسئله كتير في التحصيل، تمام؟ الفطر لا يصنع غذاء بنفسه، وبالتالي لا يقوم بعمليه البناء الضوئي. عشان كده بيجيني في الاسئله كتير يقول لي ان الفطر لا يقوم بعمليه، او احد الخصائص التاليه تميز الفطريات او غير موجود في الفطريات، طبعا الفطر لا يقوم بعمليه البناء الضوئي. طيب دي نقطه. طيب لما نتكلم عن جدار الخلوي في الفطر، الجدار الخلوي في الفطر مكون من ماده الكيتين، دي عباره عن ماده قويه مرنه عديده التسكر. احنا قلنا الفطر لا يصنع غذاء بنفسه، عشان كده الفطريات لا اما رميه، لا اما متطفره، لا اما تكافليه. طيب الفطر الرمي يعني بيتغذى على ماده عضويه ميته، هذا معنى كلمه الايه، معنى كلمه الرمي. التطفلي بيتغذى على غذاء كائن اخر او بيتغذى على كائن اخر، هذا متطفل. التكافلي يعني تبادل منفعه، فطريات تبادل، بيقيم علاقه مع كائن اخر، قد يكون بكتيريا، قد تكون طحالب خضراء، تمام؟ وهنعرف المصطلح ده، مصطلح لما يقيم فطر علاقه تكافليه مع الطحالب الخضراء المزرقه، او علاقه بين البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقه، بتديني حاجه مصطلح اسمه اللوشنات، وده مصطلح مهم جدا جدا، تمام؟ اللوشنات عباره عن ايه؟ علاقه تبادل منفعه. قد تكون علاقه تبادل المنفعه دي بين فطره، تمام، وبين طحالب، او قد تكون بين طحالب خضراء مزرقه او بكتيريا، تمام، بكتيريا خضراء مزرقه او طحالب تعطيني اللوشنات. طيب الفطريات، لما نيجي نقسم الفطريات بتنقسم حسب التركيب الفطر نفسه الى الفطريات اللزجه المختلطه، الفطريات الالكترونيه، الفطريات الكيسيه، الفطريات الدعاميه، الفطريات الناقصه. طيب اول واحد الفطر اللزج المختلط، اهم ما يميز الفطريات اللزجه المختلطه انها بتكون ابواغ صوتيه، يعني ابواغ بها اصوات، تمام؟ طيب المثال عليها عفن الماء. النوع الثاني هو الايه؟ الفطريات الالكترونيه. طبعا هنا اشهر مثال على الفطريات الالكترونيه اللي هو عفن الخبز. طبعا عفن الخبز، تمام، لما يترك الخبز فتره طويله في مكان رطب، تمام، مغلق ورطب، يتكون عليه تلقائيا العفن، تمام. طيب اهم ما يميز عفن الخبز انه بيبقى طالع منه سيقان هوائيه، تمام، حافظه ابواغ، جواها الابواغ. النوع الثالث وهو الفطريات الكيسيه، لها اسم ثاني او الزقيه، تمام. الزق اللي هو اسمه الاخر اللي هو الكيس، عشان كده بنسميها الفطريات الكيسيه. طيب دي مثال عليها الخميره. طبعا احنا قلنا الايه؟ فطر الخميره وفطر وحيد الايه؟ وحيد الخليه. طيب النوع الرابع هي الفطريات الدعاميه، زي فطر المشروم، وده احد الفطريات التي تؤكل. الفطريات الناقصه، ناقصه ليه؟ لانها لا تشتمل على التكاثر اللاجنسي. اللي فاتوا دول فيهم تكاثر جنسي وتكاثر لاجنسي، دوره الحياه فيها تكاثر جنسي وتكاثر لاجنسي. هنا في الفطريات الناقصه جميعها لا تتكاثر جنسيا، تمام؟ جميعها لا تتكاثر جنسيا، يبقى اذا غاب عندي هنا الطور الايه؟ الطور الجنسي. طيب ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لانواع الفطريات. نيجي للي احنا قلنا عليها اللوشنات، ودي نبهتك عليها كتير. اللوشنات عباره عن ايه؟ علاقه تبادل منفعه، فطر يتكافل مع طحلب، تمام، الاثنين بيستفيدون. فلما فطر يتكافل مع طحلب
الفطره يزود الطحلب بالماء، والاملاح الطحلب هيصنع الغذاء، لان الطحالب قلنا ذاتيه التغذيه بتصنع غذاء بنفسها عن طريق عمليه البناء الضوئي. خلي بالك برضو ان اللوشنات دي بتستخدم كمؤشر حيوي، ودي بتيجي كتير في موضع اسئله كتير في التحصيل. طيب يعني مؤشر حيوي لا تعيش في الاماكن الملوثه، عشان كده بنستخدمها كمؤشر حيوي، بمعنى ان انا لو وضعت لوشنات في مكان كثير التلوث الاقي اللوشنات ماتت، يبقى دليل على المكان ده ملوث. طيب نيجي للفطريات الجذريه، بنسمها كده فطريات جذريه، يبقى علاقه تكافليه بين الفطر و جذور النبات، تمام؟ يبقى علاقه تكافليه مع بعض الفطريات مشكله اشباه جذور، زي كده نبات الايه الذره والجزر والطماطم والبطاطس والفراوله، دي علاقه. الكلام ده كله اسمه فطريات جذريه. يبقى انا عندي هنا اللوشنات وعندي برضه الفطريات الايه فطريات الجذريه. طيب هل للفطريات فوائد؟ الفطريات ليها فوائد وليها اضرار. طيب اخذنا قبل كده ان البكتيريا ليها فوائد وليها اضرار، الفطريات برضه ليها فوائد وليها اضرار، تمام؟ الفيروسات كان ليها اضرار وليست لها فوائد، عشان تركز على قصه الفوائد والاضرار. طيب فوائد الفطريات ان الفطر بيستخرج منه بعض المضادات الحيويه، زي ايه؟ زي البنسلين بيستخرج من فطر الايه؟ البنسليوم. كذلك الحال بعض انواع الفطريات زي ما قلت لك قبل كده انها بتؤكل، زي فطر الايه؟ المشروم. بعضها بيستخدم في صناعه الخبز زي الخميره المستخدمة في صناعة الخبز وبعض الايه؟ انواع الاجبان. لكن على الرغم من الفوائد ان الفطر ليها اضرار. بعض انواع الفطريات بتسبب امراض للانسان والنبات والحيوان، بتسبب للانسان مرض القدم الرياضي، كذلك الحال بعض انواع الفطريات يا شباب بتسبب التهابات في الفم. تمام؟ طيب نيجي للسؤال اللي عندي تحت ده. بيقول لك ايه؟ اي مما يلي لا يعد من طرائق حصول الفطريات على الغذاء؟ طبعا دي احنا انا قلت لك الفطر لا يقوم ابدا ابدا بعمليه البناء الضوئي. يبقى تصبح الاجابه عندي الاجابه الصحيحه ايه؟ اللي هي عمليه الايه؟ البناء الضوئي. طيب طيب لما نيجي للدرس اللي بعد كده او الجزئيه اللي بعد كده بنتكلم عن التناظر. طيب التناظر احد الخصائص المميزه للحيوانات. يعني ايه تناظر؟ يعني تشابه بين تركيب جسم الحيوان، اجزاء الجسم متشابهه مع بعض. فنجد ان الحيوانات عندي مقسمه الى حيوانات عديمه التناظر، حيوانات ذات تناظر شعاعي، حيوانات ذات تناظر جانبي. طيب وش الفرق بين الثلاث انواع؟ هنا في عديم التناظر هنا الجسم لا يملك اي تناظر، لو مررت بخط بيمر بالمنتصف هنا الجسم لا تتشابه فيه او لا تتشابه اعضاء الجسم لا هنا ولا هنا. يعني مثال كده لو مررت خط بيمر بالحته دي هنا كده، لو مررنا خط بيمر بهذه المنطقه، مررنا خط من هنا كده، هنجد ان ما في تشابه بين النصفين دول، النصفين دول غير متشابهين، تمام؟ يبقى اي خط بيمر بالمحور لا يقسم الحيوان الى نصفين متساويين، وبالتالي هو عديم التناظر. طيب لو جينا لجنديل البحر فنجد ان الكائن ده له تناظر شعاعي. يعني تناظر شعاعي يا استاذ؟ اي خط بيمر بالمحور بيقسم الحيوان الى نصفين متساويين، اي خط بيمر بالمركز بيقسم الحيوان الى نصفين متشابهين تماما، زي قنديل البحر كده. طيب النوع الثالث تناظر جانبي، هنا بيمر الخط بالمنتصف بيقسم الحيوان الى نصفين متساويين. طيب ملاحظه مهمه جدا، الاسفنج ذات تناظر، الاسفنج عديم التناظر، نعم. القنديل البحر ذات تناظر شعاعي، الطيور ذات تناظر جانبي. طيب مهم جدا اعرف ان الاسفنج عديم التناظر، قنديل البحر تناظر شعاعي، معاه مع قنديل البحر بياتي بعض شوكيات الجلد زي نجم البحر، نجم البحر برضه ذات تناظر شعاعي. ما عدا ذلك فهو ذات تناظر جانبي. ما عدا ذلك اليمين، ما عدا ذلك اللي هي الديدان المفلطحه
أديدان الأسطوانية، الحلقيات، أديدان الحلقية، الدوارات أو العجليات، الرخويات. بعد كده بيأتي بعد الرخويات مفصليات الجلد، تمام، وتتبع مفصليات الجلد الحشرات برضو ذات تناظر جانبي. يأتي بعدهم شوكيات الجلد فيما عدا نجم البحر بأنواعه، نجم البحر سواء نجم البحر الريشي أو الهش، تمام، ده ذات تناظر شعاعي، تمام. كل اللي قلته ده أو كل اللي ذكرته ده ذات تناظر جانبي. بيأتي برضو معاهم برضو الأسماك، البرمائيات، الزواحف، الطيور، الثدييات بكل أنواع، كل ده ذات تناظر جانبي. طيب نيجي للأسئلة هنا، بيقول لي التكاثر الذي تنتج فيه لناس بيوض وتصبح أفراد دون حدوث تلقيح. هنا بيشرح لي مصطلح مهم جدا، أحد المصطلحات المهمة جدا، وهو التكاثر العذري. التكاثر العذري ليه برضو اسم ثاني، إنتاج أفراد جديدة دون تلقيح البويضات، هذا يسمى تكاثر عذري. طيب جدا الإجابة هنا تكاثر عذري. طيب التبرعم، يعني ايه تبرعم؟ التبرعم ده عبارة عن تكون برعم على الخلية الأم، بعد كده البرعم هيسقط ويكون فرد جديد، ده بيحصل برضو في بعض أنواع الإسفنج بيحصل فيها تبرعم. طيب التجزؤ والتجدد، التجدد لو قطع أحد أجزاء الحيوان هيستطيع أنه يديني كائن جديد، تمام، هذا يسمى تجدد. طيب التجزؤ، الكائن ممكن بعض أنواع الكائنات زي مثلا نجم البحر لو قطع أحد أجزاء جسمه هيستطيع أنه يكون كائن جديد، هذا يسمى تجزؤ. طيب نيجي للسؤال اللي تحت، الشكل الأدنى يمثل مرحلة النمو المبكرة لأجنة الحيوانات، أي ممالي يمثل طور الجهاز ترولا؟ طيب خلي بالي من حاجة، البلاستيولا، تمام، عبارة عن خلية مجوفة كده، خلية ذات تجويف مملوءة بسائل من الوسط، المنتصف كده مملوء بسائل، تمام، هذه تسمى البلاستيولا، تمام. لو ظهر عندي بروز للداخل كده، خلية برزت للداخل، هذا يسمى المرحلة، تسمى ايه؟ تسمى مرحلة الجهاز ترولا. اذا مرحلة الجهاز ترولا ممثلة بالرقم ايه؟ بالرقم دي. طيب برضو انا عايز اعرف ايه هي المرحلة ايه وايه هي المرحلة بي. طيب المرحلة ايه عبارة عن ايه؟ حيوانات منوية، تمام، لقحت بويضة، تحولت بعد كده الى مرحلة الخليتين، مرحلة الخليتين بعد كده هتمر بعدة انقسامات لحد ما تديني ايه 16 خلية، 16 خلية، تمام، هيرموا بعد كده ال 32، بعد كده اعطوني مرحلة الايه البلاستيولا، بعد كده مرحلة الجاسترول. طيب يجيني بعض السؤال هنا عن التناظر، السؤال بيقول ايه؟ السؤال هنا بيقول لي حدد التناظر لكل من الفراشة وقنديل البحر. طيب الفراشة تتبع ايه؟ الفراشة تتبع الحشرات، واحنا قلنا الحشرات ذات تناظر جانبي، تمام. طيب قنديل البحر، قلنا قنديل البحر تناظر شعاعي، يبقى اذا الإجابة الفراشة تناظر جانبي وقنديل البحر تناظر ايه؟ تناظر شعاعي. طيب لو تكلمنا بعد كده عن الجهاز أو جزئية الجهاز العصبي، فهنلاقي برضو الجهاز العصبي عندي في الإنسان أو الجهاز العصبي عموما بيتكون من وحدة تركيبية، الوحدة التركيبية بتاعته اللي هي الخلية العصبية. طيب لو أخذنا تركيب الخلية العصبية زي ما ظهر أمامنا على الشاشة كده، نجد إنها بتتركب من جسم الخلية، تمام، الجسم الخلية فيه نواة، طبعا النواة هنا نواة الخلية العصبية تسمى النيوروبلازم. عندي هنا زوائد شجيرية، طبعا الزوائد الشجيرية دي هي بتستقبل الرسائل الايه؟ الرسائل العصبية. الرسائل العصبية في الخلايا العصبية اسمها السيالات. طيب لو برضو نظرنا امامنا كده بنلاقي بعد كده المحور، المحور ده مغلب بمادة الايه؟ مغلب بمادة الميلين،
ودي من الأسئلة المهمة جدا، ده بيزود سرعة ليه؟ سرعة الإرسال، الرسائل العصبية اللي هي السيالات العصبية. طيب في النهاية بنلاقي عندي إيه؟ عندي نهايات المحور أو نهاية المحور العصبية، ديت وظيفة المحور هينقل السيال العصبي من جسم الخلية إلى نهاية المحور ومنه إلى خلية تانية. يعني هنا لو متصل به جسم خلية تانية يبقى متصل بنهاية المحور، تمام؟ طيب ده بالنسبة للخلية العصبية. عندي برضو أحد الحاجات المهمة، أحد المصطلحات المهمة اللي هي عتبة التنبيه. يعني عتبة التنبيه؟ عتبة التنبيه دي أقل منبه بيحتاج إليه أو تحتاج إليه الخلية عشان تكون سيال عصبي، عشان تكون رسالة عصبية. طيب لما نتكلم عن الجهاز العصبي، فأنا عندي نوعين من الجهاز العصبي، لإما جهاز عصبي مركزي لإما جهاز عصبي طرفي. جهاز عصبي مركزي بيتركب من أو بيتكون من الدماغ والحبل الشوكي. طيب أنا أخذ الجهاز العصبي المركزي، لما نتكلم عن الجهاز العصبي المركزي عندي الدماغ، والدماغ دي مكونة من زي ما ظهر أمامي كده على الشاشة، أدي دي رسمة الإيه؟ رسمة الدماغ، تمام؟ بنلاقي عندي مكونة من المخ، المخ ده أكبر جزء، تمام؟ مسؤول عن عدة أشياء. ادي المخ اهو، ده كله بيمثل منطقة الايه؟ منطقة المخ. المخ ده مسؤول عن التعلم، عن الكلام، عن اللغة، عن الذاكرة، عن الإدراك، كل ده بيسويه المخ. بيأتي بعد منه المخيخ. المخيخ ده بيقع طبعا بيقع فين؟ بيقع أسفل المخ. لو شفنا الصورة هو أسفل المخ، ده مسؤول عن الايه؟ عن اتزان الجسم، عن الحركات البسيطة، منها حركات التعلم، حفظ زراير لوحة المفاتيح، منها بعض الحركات زي ركوب مثلا الدراجة، حركات تلقائية خلاص المخ حفظها عن طريق العضو هذا اللي هو الايه؟ المخيخ. طيب عندي بعد كده جذع الدماغ، ده مكون من القنطرة، وعندي النخاع المستطيل، وعندي بعد كده أسفل خالص اللي هو متصل بهم الحبل الشوكي. طيب لما نتكلم عن القنطرة، من الاسم كده قنطرة يعني إيه؟ يعني مكان بيودي الإشارات من مكان لمكان، تمام؟ يبقى بتوصل الإشارات بين المخ والمخيخ. العضو هذا يسمى الإيه؟ يسمى القنطرة. بتسيطر برضه على معدل الإيه؟ معدل التنفس. طيب النخاع المستطيل عندي هنا، النخاع المستطيل ده بينظم ايه؟ بينظم التنفس، بينظم لي ضربات القلب، بيوصل كذلك الاشارات من المخ او بين الدماغ والحبل الشوكي، بيساعد زي ما قلنا في عمليه التنفس، بينظم ضربات القلب، مركز رد الفعل المنعكس. طيب الفعل المنعكس عباره عن ايه الفعل المنعكس؟ الفعل المنعكس طيب اللي بيتطلب الاستجابة السريعة في أقل من جزء من الثانية. هذا الفعل المنعكس، لمست شيء مثلا ساخن جدا تلاقي حصل عندي فعل منعكس. الفعل المنعكس انك شلت ايدك بسرعة، تمام؟ طيب اللي نظم الكلام ده كله النخاع المستطيل بمساعدة الحبل الشوكي. عندي برضو منطقة تحت الايه؟ تحت المهاد. ومنطقة تحت المهاد ديت بتنظم برضو بعض العمليات زي ليه؟ زي العطش، زي الشهية، زي درجة الحرارة، زي النوم، زي الخوف. قال لي خلي بالك ان الحبل الشوكي قلنا برضو بيساهم في عملية ردود الفعل المنعكسة مع النخاع المستطيل، لكن الاساس فيه هو الحبل الشوكي. طيب يبقى ده باختصار تركيب ايه؟ تركيب الجهاز العصبي المركزي. خدنا الدماغ وخدنا الحبل الشوكي. طيب نيجي للجهاز العصبي الطرفي. لما نتكلم عن الجهاز العصبي الطرفي، ده بينقل المعلومات من المستقبلات الى الجهاز العصبي المركزي، ثم الى العضو المنفذ للاستجابه. العضو اللي يستجيب، العضو اللي يسوي، مثلا لو عضو حركه هو اللي يسوي الحركه، مثلا لو عضو او خليه تنفس يسوي تنفس، تمام؟ طيب
عندي بعد كده ده الجهاز العصبي الطرفي، عندي بعد كده الجهاز العصبي الذاتي، ده لا اما عندي جهازين، لا اما الجهاز العصبي السمثاوي لا اما الجار سمثاوي. الجار السمثاوي ده بيعمل في حالات الراحه، في حاله راحه خالص تمام، ما في اي شيء بيعمل عند الجهاز الجار السمثاوي، بينما في حاله الطوارئ يعني مثلا كمثال في حالات الخوف او في حالات الطوارئ بيعمل الجهاز العصبي السمبثاوي. طيب لو مثلا ماشي في شارع ولا شيء ولاحظت عزك الله كلب ولا شيء بيجري وراك، ولا هتلاقي تلقائيا الجهاز العصبي السمبثاوي تلقائيا هيشتغل تمام. ليه؟ لانه بيعمل في حالات الطوارئ وبيفرز هرمون الادرينالين. طيب نيجي للتدريبات. السؤال الاول عندي هنا بيقول ايه؟ بيقول ما هو العضو المستخدم في مهاره الكتابه على لوحه المفاتيح؟ قلنا العضو اللي بيحفظك الحركات هذه هو المخيخ. طيب السؤال الثاني بيقول لي اي تالي من الوظائف التي ينظمها النخاع المستطيل؟ طيب النخاع المستطيل زي ما احنا قلنا ده بيوصل الاشارات بين الدماغ والحمل الشوكي، بيساعد في عمليه التنفس وفي تنظيم ضربات القلب. يبقى الاجابه عندي اللي هي ايه؟ اللي هي تنظيم ضربات القلب. تصبح عندي الاجابه اللي هي دي. طيب نيجي لرقم ثلاثه، الجزء العصبي او الجزء من الجهاز العصبي اللي بيعمل في حالات الطوارئ والاجهاد. طبعا في حالات الطوارئ بيعمل عند الجهاز الايه؟ زي ما اشرنا قبل كده الجهاز السمثاوي. طيب ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للجهاز العصبي. طيب لو جينا بعد كده دخلنا على الوراثه المندليه. طبعا الوراثه المندليه اول من قام بعمليه الوراثه المندليه هي اصلا سميت الوراثه المندليه نسبه للعالم جريجور مندل. طيب اول من درس الوراثه كان العالم هذا عباره عن كان راهب في المعبد، قام بعمل تجاربه على نبات البازلاء. طيب قام مندل بتلقيح نباتات بازلاء صفراء البذور مع نباتات بازلاء خضراء البذور، وجد ان ناتج الجيل الاول البذور كلها كانت صفراء، بعد كده لقى ان اللون الاخضر اختفى من الجيل الاول. عمل تلقيح ذاتي بعد كده لناتج الجيل الاول اللي هي البذور الصفراء اللي طلعت عشان يعرف وين اختفت صفه الايه؟ صفه اللون الاخضر، وين اختفى اللون الاخضر، وين اختفت البذور الخضراء. لقى ان الناتج في بعد كده ناتج التلقيح الذاتي عندي ثلاثه بذور صفر الى واحد بذور خضراء. من هنا بدا يبني قوانينه وبدا يبني القانون الاول لمندل والقانون الثاني لمندل. تمام من هنا بياتي عندي بعض التعريفات في علم الوراثه. بيقول لي تعريف الوراثه ان الوراثه ده العلم بيدرس انتقال الصفات من جيل الى جيل اخر. عندي هنا صفه سائده وصفه متنحيه. صفه سائده بتظهر في كل افراد الجيل الاول زي ما قلنا كده، صفه اللون الايه؟ صفه البذور الصفراء اللي ظهرت في الجيل الاول من البازلاء. يبقى اذا هذه صفه سائده. طيب الصفه المتنحيه الصفه التي لا تظهر في افراد الجيل الاول زي ما قلنا قبل كده اللي هي اللون الايه؟ اللون الاخضر للبذور. طيب برضه هنا برضه يلزمني برضه هنا تعريفين مهمين، الصفه النقيه والصفه الهجينة. صفة نقية يعني نوع واحد من الأمشاج أو نوع واحد من الإيه؟ نوع واحد بس من الصفات. طيب زي واي كابيتال، واي كابيتال تمام، أو واي سمول، واي أو واي كابيتال واي سمول. هنا متمثل الجينات اللي هو نقي الصفات.
غير متماثل للجينات اللي هو هجين او خليط او غير ناقص صفات زي واي كابيتال واي سمول. كل دي تعريفات مهمه في موضوع الوراثه. برضو بيجيني برضو الحاجات المهمه جدا في موضوع الوراثه مربع بنت. مربع بنت ده بيوضح لي التلقيح الاحادي والتلقيح الثنائي. طبعا كان اللي الدكتور ريجنالد بنت سوى هذا المربع ليه؟ عشان يتوقع الابناء المحتملين والناتجين عن التلقيح ليه؟ التلقيح بين طرازين معروفين الاباء. طيب انا قلت مربع بنت وضح لي تلقيح احادي الصفه وتلقيح ثنائي الصفه. يعني ايه تلقيح احادي الصفه ويعني ايه تلقيح ثنائي الصفه؟ التلقيح احادي الصفه عمليه تلقيح بيحصل فيها تزاوج بين جينات. الجينات ديت لها صفه واحده. يعني مثلا صفه الطول جينات طويله مع جينات قصيره مثلا، صفه اللون جينات خضراء مع جينات صفراء، هذه صفه واحده. طيب هذا يسمى ايه؟ يسمى تلقيح احادي. طيب التلقيح الثنائي لما يبقى عندي تمام زوجين من الصفات. يعني ايه زوجين من الصفات؟ يعني اجتمع مثلا الطول مع اللون. فلما يقول لي تزاوج بذور طويله صفراء، اذا اجتمع عندي صفتين، صفه اللون وصفه الطول، وبالتالي هنا يسمى تلقيح ايه؟ تلقيح ثنائي الصفه. طيب ده كله وضحه مربع ايه؟ مربع بنت. طيب نيجي للتدريبات اللي عندنا تحت. بيقول لي يدعى التلقيح التالي اصفر مستدير. طيب هنا عندي صفتين، صفه انه اصفر، الصفه الثانيه انه مستدير ضد اخضر مجعد. طبعا عندي صفه ثانيه هنا صفه اللون الاخضر والمجعد. اذا هذا التلقيح يسمى تلقيح ايه؟ تلقيح ثنائي الصفه. يبقى الاجابه عندي تصير ايه؟ تصير تلقيح ثنائي الصفه. طيب نيجي للسؤال رقم 2. بيقول لي عند تزاوج نبات طويل الساق هجين تي كابيتال تي اسمه. طيب تعالى كده نسوي المساله دي. بيقول لي عندي هنا طبعا هنا اللي في المربع الاول اللي هم البيرنت اللي هم الاباء، يجي عندي هنا الجامتات، طبعا بيجي برضو عندي هنا ليه الجامتات، هنا بيجي عندي ناتج اللي ايه الجيل الاول اللي هو اف واحد. طيب تعال نسوي العمليه دي. بيقول لي هنا تي كابيتال تي سمول مع نفسه، يعني تي كابيتال تي سمول، وهنا برضو هيصير مع نفسه يعني تي برضو كابيتال تي سمول. طيب لما ناتج تلقيحه مع نفسه، طبعا هنا عندي هنا تي كابيتال تي سمول وهنا تي كابيتال تي سمول. طيب هنا يصير عندي هنا تي كابيتال بعدها كده اللي هي تي سمول، يصير عندي برضو هنا هنا برضو طبعا هنا بتبقى في مربع التي كابيتال برضو مع تي سمول. طيب لو هنا ضربنا التي كابيتال في المربع هذا هتصير عندي كده، هنا هتصير عندي تي كابيتال تي كابيتال، هذه اول ناتج اللي انا ضربت ايه؟ ضربت التي كابيتال في المربع هذا، هتصير تي كابيتال تي كابيتال ثم تي كابيتال تي سمول، هتصير تي كابيتال تي سمول. طيب نيجي للتي سمول هضربها برضو في المربع هذا، هيصير عندي ايه؟ هيصير عندي لما اجي اضرب هنا هضرب التي سمول في المربع هذا، هتصير تي كابيتال تي سمول ثم تي سمول تي سمول. اذا في هذا المثال هذا الناتج ظهر لي ايه؟ ظهر لي عندي هنا ان عندي تي كابيتال وهي هنا طويل هنا طويل هنا طويل
هنا قصير. يبقى إذن النتيجة أدي 1 2 3 طويل إلى 1 قصير، يبقى تصبح عندي الإجابة إيه؟ الإجابة رقم B. يبقى إذن نختار رقم B. طيب نيجي للإجابة اللي بعد كده، تزاوج نبتين ونتج عنه 50% طويل الساق هجين و 50% قصير الساق. طيب تعالى طبعا صفة قصر الساق هي صفة متنحية، إذا هتصير تي سمول تي سمول. طيب تعالى كده نوزع المسألة دي، طبعا هنا قلنا اف ايه؟ اف واحد، هنا بيصير عندي برضو ايه؟ بيصير عندي الجي، هنا برضو بيصير عندي الايه؟ بيصير عندي الايه؟ البيرنت او الاباء. طيب نيجي هنا قال لي اعطيني اختيارات، اللي نتج عندي هنا قال لي ان نتج عندك 50% طويل الساق هجين، يعني اذا كان عندي طويل الساق هجين يعني تي كابيتال تي سمول ثم تي كابيتال تي سمول، دي كده نص الصفات طويل الساق هجين. قال لي بعد كده برضه 50% قصير الساق يعني تي سمول تي سمول ثم تي سمول تي سمول. طيب كده ده 50%، هنا 50% وهنا 50%. طيب كان الاباء من الاول ايه؟ يبقى هنا بستنتج شيء، انا كده ظهر لي 50% وهنا 50%. طيب لو قسمنا هذه انا اجد ان تي هنا لو ضربت التي في الاثنين دول هتصير تي كابيتال تي سمول ثم تي كابيتال تي سمول، هيصير كله طويل. طيب نيجي نجرب رقم بي، لو ضربنا تي كابيتال في دول هتصير تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول هذه، ثم لو ضربنا تي سمول هتصير تي سمول مرتين، يبقى اذا الاجابه رقم ايه؟ رقم بي. طيب يبقى اذا لو حطينا هنا اللي هي تي كابيتال تي سمول ثم هنا يصير عندي تي سمول تي سمول. طيب نيجي هنا لما نيجي نوزع يصير عندي تي كابيتال ثم تي سمول في مربع او في دايره زي ما احنا بنعملها. طيب هنا هيصير تي سمول، طبعا التي سمول هنا متكرره مرتين، هي نفسها حتى لو ايه؟ حتى لو سويتها فهتصير تي سمول لوحدها. ولو ضربتهم في بعض، ضربت التي كابيتال في المربع هذا هتصير لي 50%، هذا يبقى تصبح الاجابه رقم ايه؟ رقم بي. طيب ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للسؤال رقم 3. قال لي خلي بالك ان الجينات المرتبطه دي الجينات اللي تقع على نفس الايه؟ على نفس الكروموسوم. ده بالنسبه للوراثه ايه؟ الوراثه المندليه. طيب ندخل بعد كده للجزئيه الاخيره وهي الوراثه الجزئيه. طيب لما نتكلم عن الوراثه الجزئيه فانا عندي نوعين من الاحماض النوويه هما الدي ان ايه والار ان ايه. الحمض النووي بصفة عامة أي حمض نووي بيتكون من ثلاث حاجات مهمة، من سكر خماسي، من قاعدة نيتروجينية، مجموعة فوسفات. يبقى السكر الخماسي ودي صفة بتميز بين الدي ان اي والار ان اي، عندي مجموعة فوسفات، عندي قاعدة نيتروجينية برضو ممكن تميز بين الدي ان اي والار ان اي. لو سوينا مقارنة كده بين الدي ان اي والار ان اي فده عباره عن حمض نووي ريبوزي وده حمض نووي ريبوزي. طيب وش الفرق؟ هذا منقوص الاكسجين، بلاقي ان سكر الريبوز هنا الخماسي منقوص الاكسجين. طيب عدد السلاسل هنا عباره عن سلسلتين، هنا سلسله واحده مفرده، الار ان اي كله سلسله واحده مفرده. طيب لو لقينا قلنا السكر هنا سكر منقوص الاكسجين بينما هنا سكر ريبوز
القواعد النيتروجينية، قلت لك القواعد النيتروجينية ممكن تكون صفة مميزة بين الـ DNA والـ RNA. عندي هنا ثلاثة متشابهين، الأدينين هنا موجود هنا وهنا، الجوانين هنا وهنا، السيتوسين موجود هنا وهنا، بينما في اختلاف عندي هنا في الايه؟ في الثايمين وفي الـ RNA في اليوراسين، ودي حتة مهمة جدا 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 وموضوع أسئلة كثيرة في التحصيل. يبقى عندي هنا في الدي ان ايه الثايمين، بينما في الار ان ايه عندي اليوراسيل. طيب الدي ان ايه هو نوع واحد، عباره عن ايه؟ شريط مزدوج زي ما احنا كده شايفين، عباره عن ايه؟ شريط في الاسفل اهو، تمام، متداخل مع شريط ثاني، يبقى عباره عن شريط مزدوج، بينما قلنا الار ان ايه عباره عن شريط مفرد، سلسله مفرده. الار ان ايه انواع، عندي الام ار ان ايه، هنا حرف الام الصغير هذا تعني ماسنجر اللي هو الرسول، ام ار ان اي ده بينقل المعلومات الوراثيه للسيتوبلازم اللي هو هذا. النوع الثاني ريبوزومال اللي هو الار ان اي الريبوسومي، ده بيرتبط مع البروتينات عشان يبني الريبوسومات. عند النوع الاخير اللي هو تي ترانسبورتر، اختصار لكلمه ترانسبورتر ار ان اي، ده بينقل الاحماض الامينيه الى الريبوسومات. طيب نيجي لجزئيه مهمه جدا وقاعدتين مهمين جدا 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 وموضع اسئله كثيره في التحصيلي. قاعده تشارج اف دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان كميه الادينين بتساوي كميه الثايمين. يبقى الادينين اللي هو الايه؟ اختصار ليه الايه؟ بيساوي التي، وكميه السيتوسين تساوي الجوانين. تمام؟ يبقى كميه الادينين تساوي الثايمين، السيتوسين تساوي الجوانين. ركز على القاعدة دي جدا جدا. طيب القاعدة الثانية هي قاعدة واتسون وكريك، بيقول لك بيرتبط الـ A مع T، أو بدل منه الـ A طبعا بتحل مكانها بدل الـ T، بيبقى اليو لو الـ بتكلم عن الـ RNA. طيب روابط هيدروجينية ثنائية، ويرتبط الـ C مع الـ G بروابط هيدروجينية ثلاثية. طيب تعالى كده نشوف بعض الاسئله اللي بتتكرر كتير. بيقول لي ليست من القواعد النيتروجينيه الخاصه بالدي ان اي. طيب احنا قلنا الدي ان اي فيه الادينين صحيح، فيه السيتوسين صح، فيه الجوانين صح. طيب اليوراسيل هل موجود في الدي ان اي؟ طبعا اليوراسيل لا يوجد في الدي ان اي، وبالتالي تصبح الاجابه عندي بي اللي هي اليوراسيل. طيب نيجي للسؤال الثاني، بيقول ايه؟ السؤال الثاني بيقول لي اذا كانت قطعه الدي ان اي تحتوي على 28% جوانين، فما نسبه الثايمين؟ طيب ارجع معاك لقاعده تشارجاف، قال لك كميه الايه؟ الادينين تساوي الثايمين، السيتوسين تساوي الجوانين. طيب هنا بيقول لك تحوي 28% جوانين. طيب احنا قلنا كميه الجوانين وعايز الايه؟ عايز الثايمين. طيب هنا لو قال لي هنا الجوانين 28% فالمكمل ليه المفروض طبعا هنا هتصير الإجابة عندي رقم ايه؟ رقم ايه اللي هي 22%. طيب نيجي للسؤال اللي بعد كده، وده أحد الأسئلة المهمة جدا. بيقول لي السلسلة المتممة لجزيء دي ان ايه التالي، واعطيني تسلسل كده من القواعد النيتروجينية تي اي سي سي جي تي. طيب لو رجعنا لقاعدة واتسون وكريك، قال لي ان الاي بتترتبط مع تي والسي مع الجي. طيب تعالى كده قلنا الاي بترتبط مع التي والسي بترتبط مع الجي. طيب نيجي هنا نشوف الإجابة الصح. طبعا هنا T هترتبط معاها، اللي ضدها هتبقى الـ A، الـ A هيبقى ضدها الـ T. تمام، هنا C C ما تنفع. نيجي هنا العدد هنا أقل من هنا، هنا في عندي 6 هنا 5 ما ينفع. نيجي لـ C، الـ T طبعا بترتبط مع T ما تيجي، يبقى الإجابة اللي عندي رقم D. هنلاقي هنا في رقم D ان التي هنا ليه، تمام،
الاي تي كده تمام، سي جي وهنا سي برضو جي كده تمام، وهنا الجي السي وهنا التي الاي، وجدنا ان الاجابه رقم دي. طيب كل ده انا ببحث عن المكمل ليه، انا ببص في الاجابات عن المكمل للقواعد اللي هو اعطاها. نيجي للسؤال الرابع، بيقول لي اذا كان تسلسل القواعد النيتروجينيه في جزيء دي ان اي، اعطيني جزيء دي ان اي واعطيني تسلسل القواعد النيتروجينيه. فان تسلسل القواعد النيتروجينيه في جزيء ام ار ان اي، انا بتكلم عن ام ار ان اي. طيب انا قلت لك حاجه مهمه، القواعد النيتروجينيه الموجوده في ار ان اي ما في عندي تمام. نرجع هنا اذكرك احنا خدنا هنا في عندي الثايمين، لكن هنا ما في ثايمين، هنا في اليوراسين. يبقى هنا ادور كله هنا في الثايمين، التي اهي هنا في التي هنا في التي، تصير عندي الاجابه الصح اللي هي ايه، اللي هي الاجابه رقم كام، الاجابه دي. كده نكون انتهينا من بعض الدروس المهمه في تحصيل الاحياء، اتمنى انها تكون نالت اعجابكم، واتمنى انكم تكونوا استفدتم منها. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.